وحول هذا الموضوع ينضم إلينا القاضي خلدون عريمط، رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلان. أهلا بك. ما ملابسات الحادثة التي جرت في دار الفتوى بين مفتي الجمهورية وتراجع رئيس حزب اليمين الفرنسي مارين لوبان عن اللقاء في اللحظات الأخيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤسف أن المرشحة الرئاسية لوبان طلبت هي موعد من مفتي الجمهورية للقائه، وأبدى المسؤولون في دار الفتوى رغبتهم لمساعديها بأن تشريفها في اليوم التالي يجب أن يكون في الساعة المحددة، آملا أن يكون أن ترتدي غطاء الرأس. نعم. أبلغت قبل وقت بأنها عليها أن ترتدي غطاء الرأس، وعندما وصلت إلى دار الفتوى أصرت على أن تتم المقابلة، لقاءها مع مفتي الجمهورية، سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، بدون غطاء الرأس. وكان الإصرار من المسؤولين على البروتوكول في دار الفتوى أن من الأعراف والتقاليد والقوانين المرعية أن أي سيدة مسلمة أو غير مسلمة عندما تدخل إلى مقام موقع مفتي الجمهورية عليها أن تضع على رأسها غطاء. نعم. مما دفعها لأن ترفض اللقاء، وكان وجرى ما جرى بعد ذلك من توضيح. نعم. يعني ما هدف زيارة لوبان إلى بيروت؟ هنالك البعض قال أن أوساط لبنانية تقول إن هذه الزيارة تأتي لحماية مسيحيي الشرق، ما مدى صحة هذا التعبير؟ من المؤسف أن مسيحيي الشرق ليسوا بحاجة للوبان ولا لغير لوبان لحمايتهم. مسيحيي الشرق هم أبناء هذا الشرق ومن بيئته ومن جذوره الأساسية. نحن كمسلمين نحافظ على كل أتباع الديانات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك أن الدولة العثمانية التركية احتضنت اليهود الذين اضطهدوا في إسبانيا، والدولة الإسلامية كانت دائما ملجأ لأصحاب الديانات عندما كانوا يضطهدون من هذا الفريق أو ذاك. فالمسيحيون في لبنان أو في الشرق ليسوا بحاجة إلى هذه الأوهام، وإنما ما تشير له لوباه إنما هي تريد أن تثير فتنة داخل المجتمع اللبناني وداخل المجتمع العربي والإسلامي بحجة لتغطية عنصريتها وتطرفها، لا سيما والكل يعلم بأن السيدة لوبان المرشحة الرئاسية هي عضو في منظمة حراس الهيكل. نعم. فلها جذور متطرفة، وهي بعملها البارحة حاولت أن تمارس الإرهاب. نعم. أيضا هي بالأمس أعلنت بشكل صريح أن النظام السوري ورئيسه بشار الأسد، يعني تؤيد موقف بشار الأسد والنظام السوري. ما هو موقف الشارع اللبناني من هذه التصريحات؟ حقيقة أقول لك أن من يؤيد إرهاب بشار هو إرهابي مثله تماما. هذه العنصرية التي تمارسها لوبان والتطرف والإرهاب الذي تمارسه على غير أبناء فرنسا من المسلمين والعرب الوافدين إلى فرنسا هي تماما تشبه بشار الأسد بأنها تمارس الإرهاب، كما أن بشار الأسد يمارس الإرهاب على الشعب، على شعبه في سوريا بالتعاون مع حراس الثورة أو يعني المنظمة الحرس الثوري الإيراني وأتباع ولاية الفقيه يمارسون الإرهاب في سوريا. هي كذلك أظن تسير في نفس هذا الاتجاه،
عندما تدافع عن إرهاب بشار الأسد الذي قتل ما لا يقل عن نصف مليون مواطن وهجر الملايين من داخل سوريا إلى تركيا وإلى لبنان وإلى سوريا وإلى الأردن وإلى العديد من البلدان العربية والأوروبية والإسلامية. نعم القاضي خلدون عريمط رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلان، شكرا جزيلا لك.